بالتالي عطني وسع شوي، وسع وسع شوي شباب. النتيجة لا توسع مرة انت. النتيجة كالتالي، في فريق الجمهور صوت له أو نهاية تصويت الجمهور 61%، والفريق الثاني كم؟ 39%. تصويت الجمهور عليه 30%. إذن النتيجة النهائية حصل الشيف تبعكم شو اسمه؟ ريف وشذا. الشيف شذا. إذن التحدي قائم بين شيف، بين شذا وريف، وبين نايف وسلطان وفيصل وسيف. عزيز المشاهد، في كاريزما 29 حقق نجاح المطبخ الفريق، واللي حصل على 1000 نقطة توزع بين متسابق 500 ومتسابق الثاني كم؟ 500. 1000 نقطة يا فيصل. والله جعان. 1000 نقطة راحت لمين؟ أبو سالم. مين أبو سالم؟ تقول له يسلم عليك أبو سالم. يعرفه. قل له يسلم عليك أبو سالم يبارك لك الفوز. مبروك. ألف مبروك لسلطان ونايف. الله. أنا قلت لك شنو بس سعد. وألف مبروك كذلك للشيف ريف. هارد لك ل هارد لك للشيف شذا، وهارد لك الفيصل، وهارد لك السيف. شكر للشخص العظيم هذا اللي يعطي المطبخ حقه، الشخص الأنيق الجميل اللي عنده كاريزما، اللي ضحكنا، اللي طلته حلو. لا بكل أمانة صراحة أنت تعطي المطبخ حقه. الله يطول. إحنا نصحى من النوم ما لنا خلق نجي نشوف طلتك، لباتك، حركتك. تبي الصدق يا ربي؟ تبي الصدق؟ تبي دوم جاملة؟ دوم جاملة. والله العظيم ما حديتني على حلف. خضرة. وهو برياء وله عشان نفزنا. في البداية قسم بجلال الله إن ما تقبلت. ما جدا. ترى القبول من الله سبحانه. لا لا صدق يعني كنا يا ناس لا تغركم المظاهر ولا تغركم شيء، قسم بجلال الله يا الناس انك ما تعرف الشخص اللي انت تجلس معه وتتكلم معه. طيب لا جلست معه في البدايه ما تقبلتني. ما هو كلمه ما تقبلت يعني ما لا شوف ما هو كلمه اني ما تقبلت او ما تقبلت يعني شخص كذا امون علي بمون عليه بضحك معه بحكي معه، وفي شخص لا ما ادري وش تكشمن. لكن للامانه انك شخص يعني تحس انك قريب منه جدا. الله يطول. فانا اقول للناس يا ناس لا تغركم المظاهر، قسم بالله يا الناس ان قلوبها اول مثل الشخص هذا والله يا قلبه انا ابيض من ذوبه يا ابو جميري. اي والله اني اقول هنا صادق. الله يطول عمرك. حبيت عليك بالصراحه. شكرا لكلامك يا ربي يوفقك ولطفك وجبر الله في خاطرك يا ربي يطول عمرك. ومبروك الفوز يا حبيبي. الله يبارك. وارض لك للشباب البقيه، وارض لك للشيف شذا، والى غدا باذن الله الساعه 1 ظهرا التقيك عزيزي المشاهد. ارجوك كن بصحه وعافيه، ولا تنسانا من دعواتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.